محمد الزميع. أستاذ أنس مرحبا مرة أخرى. أهلا وسهلا. الله يسعدك. كيف تندمج مع المرحلة التعليمية الجديدة؟ كيف؟ سؤال ضخم شوي لكن نحاول أن هو ضخم لأنك مليء. الله يبارك ما شاء الله تبارك طيب. الله الله يسعدك. إحنا نعرف أنه أي مرحلة تعليمية جامعية يعني عفوا أي مرحلة تعليمية هي مختلفة خصائص عن سابقها. صحيح. ارتفاع المستوى التعليمي، ارتفاع المخرجات المطلوبة، اختلاف القائمين بالتعليم في هذه المرحلة خصوصا في المرحلة الجامعية. لكن دعني أركز على المرحلة الجامعية. احنا نعرف انه بعد الحصول على القبول في الجامعة يبدأ موضوع الإعداد الجدول، حضور المحاضرات، الواجبات، الاختبارات. كل مادة غالبا فيها أستاذ جامعي، ونعرف انه الأساتذة في الجامعة يعني على مستويات مختلفة يعني سواء في الأعمار أو في الدرجات، بالتالي الطالب يجب أن يكون منتبه لهذا الأمر، أنه كل أستاذ له أسلوبه، كل أستاذ له طريقته، كل أستاذ له رغباته في التعامل في المتطلبات للمادة. بالتالي الطالب لما يعرف هذه الأشياء كلها يكون متهيئ للاندماج مع هذه المرحلة. كذلك لما يكون الطالب موازن بين حياته التعليمية وبين أنشطته اللاصفية هو أيضا يكون إن شاء الله سريع في الاندماج مع هذه المرحلة. النقطة الثالثة، قد يكون بين الطالب والأستاذ أحيانا أو أحد الأساتذة قرب نفسي أكثر من غيره. والسبب؟ أحيانا لا إرادي وأحيانا يكون له سبب. بالضبط. وأحيانا يكون له سبب، لطف الأستاذ، سماعه من الطلاب إلى آخره. فالذي يحث عليه الطالب أنه يكتشف هذا الشيء مبكرا. حلو، ممتاز. ثم يستثمر هذا الأستاذ حق الاستثمار. احنا نعرف أنه غالبا اللي في الجامعات هم عميقون في التخصص. نعم. فهو يدخل معه في هذا العمق وما راح يعطيك الزبدة إلا إذا أحسنت التعامل. بالضبط. والأستاذ أيضا لديه عدة أشياء ممكن تستفيد منها. أولا الجانب المعلوماتي والمعرفي. الأمر الآخر، الأستاذ عنده علاقات ربما تفيدك. الأمر الثالث، الأستاذ عنده أحيانا أعمال خارج الجامعة. حلو. فعندما يشرك فيها بعد الثقة أنت تكتسب مهارات، تكتسب معارف جديدة. أيضا من الوسائل للاندماج في الجامعة هو التعرف على نظام الجامعة. أحيانا فيه حقوق للطالب في الجامعة ما يعرفها لأنه لم يطلع على الأنظمة. فمن هذه الحقوق في شيء اسمه صندوق الطلاب في كثير من الجامعات. هذا الصندوق يوفر مثلا فرص وظيفية مؤقتة داخل الجامعة، تكون رافد دراسة. بالضبط. تكون رافد مادي للجامعة. ومن الأمثلة كنا احنا مادي لكليهما للطالب أي في المقام الأول. نعم. هي ميزانية مخصصة من الجامعة للطلاب، لكن غالبا ترجع لأن الطلاب ما يعرفون هذا الشيء. كيف وين يلقى صندوق الطالب؟ غالبا صندوق الطلاب هي تبع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة. وأنا أؤكد أن الطالب هو الذي يبحث، لا ينتظر إعلان يأتي ولا أستاذ يحثه، إن لم يعني يتحفز الطالب نفسه. الحركة دائما فيها خير جدا. أنا أذكر في الجامعة إحنا في البكالوريوس كانت توفر في الصيف عشرات الوظائف المؤقتة، بل أحيانا أثناء الدراسة تكون وظيفة مسائية مثلا في مثلا مكتبة الجامعة، في مؤتمرات تبع الجامعة إلى آخره. كذلك من عوامل الاندماج في الجامعة هي اختيار زميل يكون محفز لك وأنت محفز له، تصبحون ثنائي في السير في الجامعة. يعني احرص على أصدقائك جدا، وخصوصا ترى أحيانا يكون واحد ليس أكثر من شخص. لا تكثر. بالضبط، حتى يكون فيه تركيز. فأحيانا تجد أن لديك فتور هو يحفزك أو العكس. أحيانا تجد لديك قصور في مثلا فهم شيء معين هو يساعدك على الفهم والعكس. كذلك من العوامل المحفزة أنك تندمج في الجامعة أن تأخذها كجانب متعة ليس كجانب تكليف وتعب وواجبات وأنك تتمنى تنتهي اليوم قبل غدا. لا. من النقاط تستمتع بالمرحلة. بالضبط. من النقاط الأساسية أنك تستمتع في الجامعة، أنك أنه يكون عندك هدف في حياتك كلها، والجامعة جت كمرحلة للوصول لهذا الهدف وليس فقط لأخذ الشهادة والوظيفة والسلام عليكم. أنا وجدت كثير من الزملاء والآن ما شاء الله أعمارهم في 30 32 33، هم في مناصب عالية على العمر المبكر هذا. ليش؟ لأن كان عنده هدف في حياته ضخم، والجامعة كانت إيش؟ وسيلة من وسائل تحقيق هذا الهدف.
فلما تخرجوا من الجامعة تخرجوا مميزين عن أقرانهم، فحصلوا على وظائف يعني مميزة واختصروا الزمن. اليوم أجد أن هناك وكلاء للوزارات، متحدثون رسميون، وعديد من الوظائف المرموقة في القطاع الخاص وغيره يعني قائم عليها أناس تخرجوا من الجامعة بتميز وكفاءة ومهارة إلى آخره، لأنهم استمتعوا واندمجوا مع المرحلة الجامعية. نعم، كم معنا وقت؟ نعم، جهزي صورة الوقف الحين أجيك. أشياء أستاذ أنس يعني تتمنى من كل طالب وطالبة يعرفها الآن قبل أن تنتهي الجامعة، وقول يعني يا ريت في أحد دلني عليها. يعني هو داخل الجامعة يعني؟ إيه، يعني اليوم قبل ما يخلص الأربع سنوات أو السبع يقول ما جاء أحد وقال لي هذه الكلمة، يعني صح. أتعلم هذا أو أفعل هذا أو لا تفعل. أول شيء أنا أقترح أنه إذا ما وضع هدف له